بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضلوا شنو أولا بالنسبة لي رئيس مجلس الأمة، هل سيكون هناك الأسبوع القادم لغاء للنواب بسمو الأمير حفظه الله ورعاه؟ لن يكون، سيكون هناك لقاء لكن لن يكون الأسبوع القادم، وسيقدر صاحب السمو موعده بناء على التزاماته، لكن بالتأكيد لن يكون الأسبوع القادم، يمكن الأسبوع اللي بعده أو اللي بعده، يعتمد على الالتزامات والانشغالات لدى صاحب السمو، ومتى ما أبلغ بذلك سوف أبلغ إخواني النواب على الموعد. مع الرئيس أكثر من صرح بقياسا لأثناء يعني الانتخابات تكون جديدة على يعني الحكومة تشكل خلال 15 يوم، فقياسا لذلك يعني أكثر من خبير دستوري أو نائب قال إنه والله بعد 15 يوم هذا يكون مخالف للدستور. الفترة الأسبوعين فقط في بداية الفصل التشريعي، وكل السوابق الماضية كانت أكثر من أسبوعين وتتراوح يعني فتراتها ومدتها. بالنسبة لي يعني بالنسبة لي ولمعظم النواب الأهم هو حسن الاختيار، وهذه الرسالة اللي دائما يعني الأخوة النواب يوصلونها، لا نأتي باستعجال ومن ثم نقع في نفس الأخطاء السابقة. المهم أن يكون هناك حسن اختيار وتكون الحكومة بالمواصفات التي تحقق الحد الأدنى من طموح النواب ومن طموح الشعب الكويتي. لذلك القضية ليست قضية الوقت، ولكن القضية هي قضية حسن الاختيار. دستوريا بالتأكيد لا يوجد حد، مثل ما يعني البعض يقول بأنها في أسبوعين، هذا ما له أي أساس والصحة ولا له أي علاقة بالدستور ولا بالسوابق ولا بأي أمر آخر. والحمد لله يعني نستطيع أن نقرأ الدستور بوضوح ونستشير من هم أهل لذلك، وحكم المحكمة الدستورية الأخيرة أثبت ذلك أيضا. علي، بعض النواب دعا لتوزير أكبر كم من نواب الأمة في الحكومة بهدف منح فترة مقبلة نوع من الاستقرار السياسي بين السلطتين، كيف يعني رأي ووجهة نظر تحترم، لها وجاهتها، وننتظر لنرى. يعني أنا أعتقد الأسبوع القادم أو خلال أسبوعين ستكون هناك تحركات كثيرة، لأن مثل ما أنتم عارفين الفترة الماضية كان في هناك انشغالات، زيارة الرئيس الفلسطيني، وزير الخارجية المصري، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس أردوغان، تركيا، يعني العديد من الالتزامات البروتوكولية الرسمية التي قد تكون أيضا سببا في بطء الحركة فيما يتعلق بالتشكيل الجديد. أنا يعني أتمنى لمصلحة البلد ولمصلحة السلطتين ولمصلحة الشعب الكويتي أن تركز الحكومة القادمة، يركز سمو رئيس مجلس الوزراء الذي حظى بثقة صاحب السمو على المعايير وفق التجارب السابقة ليخرج بأفضل تشكيل ممكن بغض النظر عن الفترة الزمنية. طبعا بالتأكيد يجب أن يكون هناك حد يوازي الموائمة السياسية الموضوع، لا نريد حكومة مؤقتة لفترة أو حكومة يعني لا يتأخر التشكيل لفترة طويلة، لكن الأولوية تكون للاختيار على الاستعجال. سيكون يعني الموافقة موجودة، إنما تحديد الوقت هو الأمر اللي يجب بحثه. إن الأسبوع القادم أيضا في مهمة رسمية الكثير من النواب فيما يتعلق في مؤتمر البرلمانات الآسيوية، فقد يأخذ عدد كبير من أيام الأسبوع القادم. أنا أتوقع الأسبوع اللي بعده ستكون هناك العديد من اللقاءات المهمة. ما هي الدولة اللي توجهها إلى نواب الأمة في ظل هذه الظروف؟ الدعوة هي كما ذكرتها، وتأكيد على وأثني وأدعم وأساند كل ما جاء في رسالة صاحب السمو إلى النواب. يعني هناك مهم وهناك أهم. نعتقد الأحداث الخارجية والتحديات الخارجية التي نواجهها في هذا الوقت تعلو ولها أولوية فوق أي أمر آخر، فندعو الجميع إن شاء الله للتكاتف وللتماسك ولتحصين الجبهة
الداخلية وللتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي حتى نكون سند وعون لصاحب السمو ولا نكون يعني عبء على 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 الشعب الكويتي وعلى ما يحدث.